مساء الخير على كل مشاهدينا، اهلا بيكم معانا وحلقه جديده وهنا ماسبيرو. اول حلقه ليا مع حضراتكم في شهر رمضان الكريم، يا رب يعود علينا وعليكم الايام الجميله دي بالخير واليمن والبركات. هكون مع حضراتكم في الجزء الاول من الحلقه واخر الاخبار على المستوى المحلي والعالمي. اول خبر معانا كان كان في اجتماع النهارده رئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومجموعه من الوزراء المعنيين، ومن خلال الاجتماع اطلع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطورات انشاء الشبكه الوطنيه الموحده للطوارئ والسلامه العامه في بعض المحافظات، وذلك تمهيدا لتعميم المنظومه على مستوى الجمهوريه من خلال ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيويه طبعا بكل محتوياتها زي الاسعاف والرعايه الصحيه وقطاعات البترول والكهرباء واجهزه النجده والمرور والحمايه المدنيه، وده عن طريق مركز رئيسي وغرفه عمليات متخصصه في كل محافظه لتلقي بلاغات الطوارئ بانواعها المختلفه من المواطنين. عشان نتعرف اكتر على الخبر ده معايا على الهاتف كاتب الصحفي الاستاذ صبري الجندي. استاذ صبري اهلا بحضرتك. استاذه داليا كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك بالصحه والسلامه ودايما بقالي زمان ما شفتكيش وده يسعدني ان اكون معاكي في اول حلقاتك. السعاده والشرف ليا. ميرسي لحضرتك. وطبعا من الاخبار السعيده ان خلاص مصر دلوقتي اصبحت يمكن في مصاف الدول، خلاص ما نقدرش نقول الناميه، الدول المتقدمه، وبنحاول ان تبقى البنيه التحتيه زي اعلى الدول العالميه في كل المواصفات. ومن المنطلق ده النهارده كان في انشاء شبكه وطنيه موحده للطوارئ. ايه المقصود بالشبكه دي عشان نشرحها كده للساده المواطنين بسهوله؟ لا طيب انا بس هقول لحضرتك انه الخبر بيقول انه عدد من الساده الوزراء حضروا الاجتماع مع السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهوريه، لكن يلفت نظرك وجود اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد. ايوه. وهنا يكمن السؤال، طب اشمعنى هو؟ ليه؟ لانه بورسعيد هي اول محافظه تم فيها تطبيق تجربه الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والأزمات. وبالتالي هو كان حاضر عشان يعرض تجربة الشبكة في بورسعيد، اللي زي ما قال الخبر في بعض المحافظات أولها بورسعيد ثم يتم تعميمها على باقي المحافظات. طيب احنا ما عندناش غرف عمليات؟ لا عندنا غرف عمليات، كل محافظة فيها غرفة عمليات مرتبطة بوزارة التنمية المحلية، وغرفة عمليات التنمية المحلية مرتبطة بمجلس الوزراء. لكن الجديد بقى انه هذه الشبكة القومية الجديدة زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي هي بتواكب يعني احدث المتغيرات العالمية في مجال الاتصالات وربط البنية التحتية والجهات الخدمية بهذه الشبكة، عشان لما يحصل حاجة لا قدر الله في أي محافظة يبقى على المستوى المركزي، تبقى وزارة الدفاع عارفة عندها إيه، وزارة الداخلية عارفة عندها إيه، وزارة التنمية المحلية، مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية. هي عشان كده كمان كان حاضر رئيس جهاز الإشارة في القوات المسلحة اللي هو مسؤول عن تأمين الاتصالات الخاصة بالقوات المسلحة، وكان حاضر وزير الاتصالات اللي مسؤول عن تأمين الاتصالات في القطاع المدني. وهذا يؤكد انه التناغم والتجانس اللي بيقود الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المشروعات، هذا مشروع على فكرة مشروع قومي عملاق، مش مشروع سهل. أيوة. لكن عارف حضرتك ده بيفكرني بمشروع التأمين الصحي اللي برضو بدأنا بمحافظات وكملنا محافظة بورسعيد في البداية. أول محافظة كانت فعلا بورسعيد. أيوة. وكملنا على ثلاث محافظات آخرين، وبنعمم هذا المشروع اللي هو التأمين الصحي الشامل على بقية المحافظات. طب هو ليه بياخد المحافظات زي بورسعيد والإسماعيلية والسويس؟ دي محافظات صغيرة الحجم نسبيا عن بقية المحافظات، وبالتالي التجريب فيها يؤدي إلى كشف العيوب والمسالب والأخطاء لتصحيحها قبل التعميم. أيوه. وبالتالي لما نجحت التجربة في بورسعيد في التأمين الصحي انتشرت إلى خمس محافظات أخرى. ولما نجحت تجربة الشبكة القومية للأزمات والطوارئ في بورسعيد هيبدأ تعميمها على بقية المحافظات. يعني معنى كده ان احنا بناخد المحافظات بعد كده برضو بحجمها
ولا ان لو انا بقول مواصفات السلامه والطوارئ بتختلف من محافظه لاخرى؟ لو مثلا محافظه صناعيه، محافظه بتعتمد على التجاره، على مثلا الصيد. لا يا فندم، المحافظه انا باخد محافظه صغيره، اولا اي محافظه فيها اغلب الانشطه اللي في المحافظات الاخرى. يعني لا تخلو محافظه من مصنع، بلاش 10 مصانع ولا مصنع، ولا تخلو من سوق تجاري، ولا تخلو من مستشفيات، ولا تخلو من مدارس. هو الهدف ربط كل المحافظات بمنظومه مركزيه للطوارئ والاغاثه. يعني مفيش اختلاف في مواصفات السلامه من محافظه لاخرى، كله زي بعض خالص. لكن الاختلاف في حجم المحافظه، يعني محافظه زي القاهره فيها 13 14 مليون مواطن، احتياجاتها في الامن والسلامه مختلفه عن محافظه فيها 300 400 الف زي جنوب سيناء او الوادي الجديد. رغم ان الوادي الجديد مثلا 42% من مساحه مصر، وبالتالي كل محافظه مختلفه. عشان كده بيبداوا بالتجريب في المحافظات قليله الكثافه. ليه؟ لانه سهل جدا تكتشفي الاخطاء، وسهل جدا تعالجيها. وسهل جدا تصحح النظام اذا كان في اي عيوب ظهرت في التطبيق يعني. واحنا خلاص بالنسبه لمحافظه بورسعيد نقدر نقول ان خلاص العمل فيها ابتدى، وابتدينا نشوف العمل تم ازاي. العمل فيها مستمر وانتهى، وتم عرض التجربه ونتائجها على اجتماع اليوم. عشان كده هذا النجاح اللي تحقق في بورسعيد سواء في التأمين الصحي الشامل أو في المنظومة الوطنية للطوارئ والأزمات، هذا النجاح هو الدافع لعقد هذا الاجتماع والوقوف على ما تم من نجاحات ومن تطبيق عملي على الأرض، وبالتالي بداية التعميم. وعشان كده هذا الاجتماع النهاردة كان حاضر فيه مثلا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عشان هو القائم بعمل وزارة الصحة، وبالتالي هو مسؤول عن المستشفيات. والمستشفيات دي جزء مهم جدا في منظومة الطوارئ. لا قدر الله أي حادثة بتحصل بنودي على المستشفيات، أي لا قدر الله حريق في بيت أو حاجة بنودي على المستشفيات، وبالتالي هي منظومة متكاملة متجانسة. عايز أقول لحضرتك حاجة، ودي من الميزات في الثمان سنين الأخيرة. أي مشروع بيتم الاتفاق عليه في الدولة المصرية ويحظى بدعم الرئيس وموافقة الرئيس ومتابعة دؤوبة من الرئيس بيتم على أحسن وضع. وعلى أحسن حال، لأن بيكون في متابعة. سيادة الرئيس دايما بيكون عايز كل فترة يعرف إيه النتائج، مش أنا بس أعرف نهاية المشروع، لا، بيبقى كل فترة بنشوف إيه، طب إيه اللي تم، طب إيه اللي ما تمش. ويمكن كمان حضرتك احنا في الفترة الأخيرة في يعني اتجاه ان يبقى كل مبنى في الدولة له زي رقم القومي، اعتقد ده ممكن هيساعد، لان انا لو عايز اعرف سلامة او طوارئ بالنسبة لأي مبنى، اي مبنى ايا كان، مبنى سكني، مبنى اداري، مبنى زي مستشفى مثلا، مبنى تعليمي، لو له رقم قومي هقدر على طول اوصل ليه واشوف ايه احتياجاته. ما هو يا فندم الأكواد المصرية للأمن والسلامة والصحة في كل المجالات، سواء كان مباني زي ما حضرتك قلتي سكنية أو تجارية أو صناعية أو مدارس أو مستشفيات أو أي نوع من المباني، إذا كانت مواصفات السلامة بتطبق بحسب ولا يتم إعطاء ترخيص لهذه المباني إلا إذا راجعنا متطلبات السلامة وتأكدنا انه في مقاومه للحريق، وانه المصاعد راكبه بطريقه هندسيه صحيحه. وانه 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 تخيلي حضرتك لو ده تم بحسم وجديه هتقللي تماما من الاخطار اللي بيتعرض لها المواطن، لانه مثلا مفيش نظام حريق، مفيش نظام اخلاء اتعودنا عليه ازاي بالظبط، اخلاء سريع، الحاجات دي كلها مش رفاهيه، الحاجات دي حتميه في اي مبنى، في كل المباني في العالم. دي حقيقة. طيب لو أنا برضو هتنقل بقى لخبر تاني، طبعا في الفترة الأخيرة يمكن كان في بعض المشاكل عند مثلا كتير من رجال الصناعة، رجال الإنتاج، ولكن برضو النهاردة رئيس الوزراء قال بنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على تيسير إجراءات الحصول على مستلزمات الإنتاج. برضو لو نتكلم على الوزارات المعنية
بان هي ممكن تساعد رجال الصناعه مع البنك المركزي ان هم يبقى في تحسين لمستوى الانتاج. شوفي حضرتك، هو الاجتماع بتاع الدكتور مصطفى مدبولي النهارده مع وزيره التجاره والصناعه ومع رئيس اتحاد الصناعات ومع امين عام الغرف التجاريه والغرف الصناعيه، ومع لو هتلاحظي في الخبر انه رئيس الصناعات الغذائيه في اتحاد الصناعات، رئيس غرفه الصناعات الغذائيه كان حاضر. ليه؟ لانه احنا العالم كله بيمر بازمه طاحنه نتيجه كوفيد 19 ونتيجه الحرب الاوكرانيه الروسيه اللي لا يعلم متى تنتهي الا الله. أيوة. وبالتالي مش بس اديرت روسيا واوكرانيا، ده ال 196 دوله في العالم كله اديروا، سواء دول كبرى او دول صغيره او دول متوسطه الحجم او أيوة. متوسطه الثراء. وبالتالي بالزبط. احنا عندنا مشكله فرضت علينا، وهي انه لازم نامن احتياجاتنا من الغذاء ومن المواد الغذائية الأساسية. إحنا ما عندناش اكتفاء ذاتي في بعض الصناعات وبعض السلع. فالاجتماع النهاردة عشان تأمني للمصنع مستلزمات الإنتاج لازم توفري له القروض أو الفلوس اللي يفتح بيها الاعتماد عشان يقدر يستورد، لأنه الاستيراد كمان بياخد شهور لما بيجي عن طريق البحر. بالزبط. على ما تعملي اجراءات الاستيراد وعلى ما يجيلك بياخد شهور. فعشان تضمني ان يبقى عندك مستلزمات انتاج في المخازن تكفي لانتاج السلع المهمه والضروريه للمواطن المصري، لابد ان يكون هناك تسهيلات من البنك المركزي. ايوه، ناقشها حسب الأولوية وحسب الاحتياج. يعني في بيبقى مثلا صناعات معينة أو مواد معينة أنا محتاجها أكتر من مواد تانية، وبعد كده طبعاً إن شاء الله يتفتح الباب للكل. أنا مع حضرتك، لأنه زي ما قلنا المواد الغذائية والمواد بتاعة قطع الغيار للماكينات اللي بتشغل المصانع، في أولويات زي ما حضرتك تفضلتي. أيوة. مهم جداً توفير الموارد المالية لاستيرادها وتأمين المخزون الذي يضمن استمرارية الانتاج. انت عارفة حضرتك، لما انا بضمن ان المصنع شغال يعني بضمن ان العمالة تتحول الى بطالة، اضمن ان دورة الاقتصاد في السوق المصري مستمرة. لاني لما بنتج ببيع، ولما ببيع بكسب، ولما بكسب بنتج تاني، وهكذا. نتائج إيجابية مباشرة وغير مباشرة، ودي طبعا بارقة أمل. إن شاء الله دايما بنقول اللي جاي أفضل. بشكر حضرتك، وإن شاء الله في الحلقات القادمة حضرتك تكون ضيف عزيز علينا في البرنامج. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الكاتب الصحفي الأستاذ صبري الجندي، ده كان أول خبر معانا. نطلع دلوقتي مع كل مشاهدينا نشوف إيه الخبر اللي ممكن يهم كتير من أفراد. تابعنا مع حضراتكم كتير من آراء كتير من المشاهدين عن الأخبار اللي بتهمها، والحمد لله في ثقافة لكتير من المواطنين عن إن في مشاكل عالمية كتير، ولكن إحنا عندنا الحمد لله في مصر في إدارة أزمات بشكل منظم، بشكل بتخطيط سليم، فالحمد لله قادرين يعني نتخطى كتير من العقبات اللي أمامنا. عشان نتعرف أكتر برضه في كتير من الأخبار الاقتصادية، في خبر معايا بيقول أسعار النفط تتأرجح قرب 100 دولار للبرميل وسط استمرار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية. تواصل أسعار النفط التداول بالقرب من 100 دولار للبرميل مع استمرار جهود المستهلكين للسيطرة على الأسعار في ظل تراجع الإنتاج على خلفية الحرب في أوكرانيا. وسجلت الأسعار الأسبوع الماضي أكبر تراجع أسبوعي في عامين بعد إعلان الولايات المتحدة عن خطة للسحب من احتياطياتها الاستراتيجية البترولية. عشان نتعرف أكتر على الخبر ده وإيه تداعياته، معي على الهاتف دكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال. دكتور وائل، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم، وأهلا بالسادة المستمعين. طبعا كتير من المواطنين دلوقتي مهتمين بأسعار النفط. طب إيه اللي بيحصل؟ طب البرميل بكام؟ ممكن نكون مش فاهمين قوي يعني سعر البرميل ده إيه ممكن يكون تأثيره على تأثيره محليا. فلو أنا بتكلم على الخبر إن السعر البرميل بيتأرجح مرة أعلى من 100 بشوية، مرة أقل بشوية، فإيه ده ممكن يكون تأثيره عالميا ومحليا؟
احنا بنتكلم تقريبا ان عنصر الطاقه وبالاخص النفط او كافه انواع المحرقات زي الغاز ومشابه ذلك هي العصب الرئيسي للاقتصاد في اي حته في العالم، هو عصب الرئيسي للصناعه في اي حته في العالم. فاللي هيفتح مصنع محتاج طاقه، واللي عنده النهارده بالفعل اي نوع من انواع الانتاج فهو محتاج طاقه، وبالفعل الشعوب كمان محتاجه نوع من انواع الطاقه سواء منزليه او حتى في الصناعه في كافه انواع نواحي الحياه الترفيهيه وما شابه ذلك. فهي الطاقه اصبحت هي بالفعل عصب الحياه او العصب الاقتصادي لاي شيء من الممكن ان يتم بالفعل انتاجه او استخدامه او حتى تكوينه في المجتمعات على كافه العالم. فعشان كده بنتكلم النهارده ان عنصر الطاقه الرئيسي في عمليه التسعير في اي شيء، لو ارتفع سعره بترتفع كافه الاسعار لانها احد عناصر التكلفه في العمليه كلها، ولو انخفض بالفعل سعره بيبتدي النهارده بتحس بنوع من انواع انخفاض بعض الاسعار على مستوى العالم. ولكن الفتره الاخيره اللي احنا بنتكلم عليها عشان الرؤيه تبقى واضحه، احنا في مضاربات ومضاربات شرسه جدا على سعر الطاقه او على المنتج النفطي على شاشات البورصات على مستوى العالم. لازم يبقى النهارده نوضح للمشاهد عشان في مقوله يقول ان الحرب الروسيه اثرت، حتى الان لم ينقص برميل بترول، وحتى الان لم ينقص النهارده امتداد لاي لتر غاز على مستوى العالم. ولكن النهارده تكاليف النقل والتامين والشحن والنولون ومخاطر الممرات الملاحيه اصبحت تكلفتها باهظه، فده اللي اثر بالفعل على ارتفاع الاسعار. احنا بنتكلم ان الطاقه النهارده او المنتج النفطي في حاجتين مهمين، المنتج الروسي او الاوكراني وده لحظي يعني بيتباع النهارده بسعر على الشاشه فوري في وقتها بنفس سعر على الشاشه. الخليجي او ما يخص منظمه اوبك ده اجل، يعني بيتقال النهارده تسليم شهر 7 تسليم شهر 6، ففي فرق ما بين السعرين وفي فرق ما بين المنتجين. النهارده المنتج النفطي بالفعل زي ما حضرتك وضحتي في المقدمه ان هو اصبح بيتارجح ما بين ال $100 ارتفاعا او هبوطا بنسبه 4 أو 5%. فبالفعل ده بيعمل نوع من انواع الذبذبه السعريه لاي حد على مستوى العالم في عمليه التسعير، انا هرفع السعر ولا هخفض السعر. ما حضرتك السعر بيبقى كل حوالي 3 شهور، فانا فعلا السعر هيجي في انهي مرحله من المراحل الارتفاع والانخفاض؟ في مصر عشان يحصل عمليه نوع من انواع استقرار داخل السوق وداخل الاسعار بتقوم عمليه التسعير كل ربع سنه او في بدايه الربع الاول من كل ربع مالي، بخلاف العالم في ناس بتسعر كل المنتج النفطي كل شهر، في ناس بتسعر كل يوم بثانيه بثانيه وساعه بساعتها. يعني ممكن حضرتك مثلا في اوروبا او في امريكا لو دخلت محطه البنزين بسعر وانت ترجع بسعر ثاني، لا وتبقى كل محطه فعلا سعر مختلف عن الاخرى. بالفعل بعض الدول العربيه والدول المنتجه للمنتج النفطي بتسعر كل شهر، احنا الحمد لله عشان نحس بنوع من انواع الاستقرار في الاسعار وبالاخص في اسعار المحروقات عندنا نوع بالفعل ان احنا بنسعر كل ربع سنه، وبدايه كل اول ربع يعني مثلا اول 4 هتبتدي اللجنه تنعقد، وبتنعقد بمعادله، المعادله بتاعتنا بتكون المكونات بتاعتها اللي هو السعر العالمي للمنتج النفطي سعره كام على مستوى العالم والمتوسط بتاعه خلال 3 شهور، يعني ما باجيش اخد السعر على الشاشه الان واسعر بيه، لا انا باخد متوسط البتاع 3 أشهر السابقة وابتدي احطها كسعر. وبعد كده بدخل عنصر سعر الصرف اللي هو الدولار مقابل الجنيه، وبعد كده بشوف النهارده عناصر التكلفة بتاعت الانتاج. فاحنا بنقول والله يا جماعة احنا منتظرين ارتفاع الاسعار المنتج النفطي، بس الدولة كمان قالت لي انا 10% فوق او 10% تحت. يعني مش هنلاقي ال 24% اللي ارتفع بيها المنتج النفطي على مستوى العالم او حتى 18% الفرق سعر الصرف ده مش هيتحمل على المنتج النفطي او منتج النهارده لتر البنزين زي ما الناس متوقعة او زي هو ما بيقال في احد مواقع او بعض اللي عايزين يثيروا غضب الناس او مش شبه ذلك، لا احنا عندنا 10% حتى اكثر ارتفاعا و10% حتى اكثر انخفاضا، فده بالفعل بيعمل نوع من انواع الاستقرار، وبيبقى المواطن عارف ان ما فيش الهلع العالمي الموجود في الخارج ده هيبقى موجود عندي ان شاء الله، فاحنا نتمنى من الله ان شاء الله ان يكون بالفعل هناك انخفاض في الفترات القادمه في اسعار المنتج النفطي او ثباته حتى ما نشعرش فيما بعد او ما هو قادم ارتفاع اكثر من ذلك في ارتفاع الاسعار وبالاخص في سعر البنزين او سعر المحروقات عامه، لان دي تهم بالفعل المواطن المصري سواء في النقل او حتى بالنسبه في عمليه الانتاج وما شابه ذلك من بعض الاستخدامات الهامه اللي بيحتاجها او اللي قالها تاثير مباشر على المواطن المصري في الفعل. اكيد حضرتك شرحتها بطريقه يعني مبسطه، لان يعني المواطن المصري طبعا شايف الارتفاعات، ويعني حتى لو بيحصل انخفاض بيقول لا هو لو حصل ارتفاع فسعر البنزين هيزيد، وده بيعمل يعني نوع من الخوف، لكن حضرتك وضحتها. طب لو برضو احنا بنتكلم بطريقة إيجابية عن الانتاج ومستلزمات الانتاج، والنهاردة كان برضو في اجتماع للسيد رئيس الوزراء وقال بنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي ومجموعة من الوزارات عشان يبقى في توفير لمستلزمات الانتاج، لأن برضو ده مهم جدا للعملية الاقتصادية. طبعا اكيد احنا شايفين الفترات الاخيره ان العالم كله عنده نقص في الانتاج وعنده نقص بالفعل في بعض السلع سواء التامه او المواد الوسيطه وما شابه ذلك، فاعتماد الدوله النهارده واي دوله في العالم انها تقدر انها تعمل نوع من انواع الاكتفاء الذاتي سواء في المواد المصنعه النهائيه او حتى في المكونات او حتى في مستلزمات الانتاج، ف
فاحنا بنتكلم ان الدوله المصريه خايفه النهارده ان بالفعل العالم يتعرض في الفترات القادمه لبعض هذه النقصان من هذه الامتدادات، او حتى يكون ارتفاع اسعار او تكلفه باهظه ليها، فبالتالي تعود بتكلفه عاليه على المواطن المصري، او يكون في نقص لبعض السلع المصنعه داخل الدوله المصريه، فبالتالي الدوله خايفه، فبالتالي تاخد اجراءاتها الاحترازيه، بتبتدي النهارده تحط بعض القواعد وبعض الاسس لازاله بعض السلبيات عشان تقدر توفر كل ما هو مهم للدوله المصريه عشان تقدر تقوم بعمليه الانتاج بتاعتها على اكمل وجه. فبالتالي يهمنا كمان حاجه مهمه جدا، ان المنتج كمان لما يجي ينتج باسعار رخيصه عشان يقدر النهارده المواطن يحس بالتكلفه الرخيصه دي وما يحسش بالارتفاعات الشهيقه اللي العالم كله بيشهدها، او يعني بيبقى فيه شبه نقص لبعض. يعني ده حضرتك ممكن يتحقق في القريب، لان احنا لو دلوقتي احنا بنقول في موجه ارتفاع في الاسعار، هل ممكن ان شاء الله مع الجهود اللي الدوله بتوفرها نحس ان في ممكن اسعار، يعني ثبات في الاسعار، مش هقول يعني نزول في الاسعار، حتى مجرد ثبات في الاسعار؟ بالفعل اتوقع الفتره اللي جايه ممكن الارتفاع هيبقى ارتفاعات طفيفه تختلف عن الارتفاعات العالميه اللي بتحصل في العالم بالكامل، وان احنا تقريبا الفتره دي او الفترات السابقه قدرنا ان احنا نجتاح موجه التضخم، يعني نحاول ان احنا نكبح كباحها، فبالفعل ده هيكون له تاثير ايجابي. احنا بنقول هيبقى في ارتفاعات ملحوظه ولكن مش شاهقه او مخيفه زي ما بيحصل في العالم، ولكن الارتفاع احنا بنتكلم العالم كله بيشهد ارتفاعات، ولكن نسبه النهارده يحتسب بيها دي هي دي اللي يتم النهارده المواطن، لا عندنا في ارتفاعات جايه بس هنقدر نتحملها ونقدر نعدي الازمه دي كلها، وزي ما قلنا والله وزي كل العالم ما بيفكر لازم احنا نحط خطه اقتصاديه لكل مواطن يقدر النهارده يدبر احتياجاته الفتره دي ازاي عشان نقدر نعدي الموجه دي، هي موجه عالميه ونقدر نفتح، واعتقد ان الموجه دي اللي فاضل فيها مش كتير عشان نطمن الناس برضه والساده المشاهدين، واخد بالك ان اعتقد ان الموجه بتاعت الارتفاعات والتقلبات السعريه هتنتهي في اول مايو القادم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. هي فعلا اي موجه لازم بيكون لها يعني لازم بيكون لها بيك كده او ارتفاع وبعد كده بتنخفض تاني. يعني بشكر حضرتك على الكلام ده، وبنقول هي عمليه تكامليه زي ما الدوله بتعمل خطط وبتشوف ازاي تقدر تبقى في يعني كده ثبات في كتير من الاسعار، كمان المواطن برضو يجب ان هو يبقى فيه تخطيط لحياته ومستلزماته عشان هي عمليه تكامليه زي ما بنقول. لسه معانا اخبار ايجابيه كتير، مصر تحصد الذهب والفضه والبرونز في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2022، وده بياكد قد ايه ان مصر ولاده وان في كتير من الشباب عندهم امكانيات كبيره قوي لما بيلاقوا المناخ المناسب، وكمان بيلاقوا اهتمام من الدوله بيعملوا اقصى ما عندهم. وده فعلا كان في دوره استثنائيه لمعرض جنيف الدولي للاختراعات 2022، وتم تنظيمه افتراضيا، وطبعا دول اللي رشحتهم ودعمتهم اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا، وطبعا ده كان بناء على اسس تنافسيه. الخبر الثاني بيقول وزير الانتاج الحربي والهجره يشهدان توقيع بروتوكول تعاون. شهد المهندس محمد احمد مرسي وزير الدوله للانتاج الحربي والسفيره نبيله مكرم وزيره الدوله للهجره وشؤون المصريين بالخارج مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئه القوميه للانتاج الحربي واحدى الشركات الاستراليه، وده في مجال انشاء مصانع تحويل مخلفات اشجار الموز الى ورق واسمده ومنسوجات، وطبعا دي من الحاجات والمشروعات الجديده اللي ما فيش اي فاقد ان شاء الله، هيكون اي حاجه حتى ولو كانت مخلفات ان شاء الله نقدر نحولها لمنتجات لطاقة. يعني في الحقيقة خلاص الأفكار اللي خارج الصندوق إن شاء الله هيتم تطبيقها في مصر في كل المجالات. الخبر الثالث والأخير بيقول الأرصاد ارتفاع حاد بالحرارة غدا يصل لسبع درجات والعظمى بالقاهرة 39 درجة. تتعرض البلاد غدا الثلاثاء لارتفاع حاد في درجات الحرارة يصل لسبع درجات، وده يعني أعتقد أن احنا كنا عارفين الموضوع ده من أول الأسبوع، احنا عارفين الأسبوع كله هتكون الدرجات الحرارة عاملة إزاي، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 39 درجة، وده طبعا طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وبيكون معتد ليلا على كافة الأنحاء، وده طبعا وفق تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، وده بيأتي نتيجة تأثير البلاد كتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية وامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا. يعني طبعا احنا يعني بنهيب السادة المواطنين ان هم يبقى برضو مش هنخفف قوي، يعني يمكن في الصباح بس عشان درجات الحرارة بتكون مرتفعة بعض الشيء، ولكن بالليل بتكون الحرارة معتدلة، يعني لسه ما نقدرش نقول ان الصيف دخل بالكامل، لا هو ده في كده زي موجه حراريه زي ما بنقول، ولكن ان شاء الله بعد كده تبتدي درجه الحراره بقى يبقى دي معدلاتها الطبيعيه لشهر ابريل. دي كانت اخبارنا النهارده، فاصل سريع بعد كده هكون مع حضراتكم زميلتي العزيزه عاطفه بالسعود، وهيكون في ضيافتها الاستاذ الدكتور علي قطب نائب رئيس هيئه الارصاد الجويه سابقا واستاذ المناخ والارصاد جامعه الزقازيق، وهيتكلم حول استعدادات مصر